فريق كرة قدم، أب والأم بيعطوا وكل شيء، الأمان والراحة. في الأب والأم لا حاجة ما تعوضش. أنا يوم عندي يوم العيد، ما فيش عندي عيلة، أنا بس عيلتي مرتي وبنتي، ما نفسي أعيش بقى زي الناس. بدون العيلة تكون حياتنا خراب. اندفع. يسعد صباحكم جميعا من برنامج بيت العيلة، فقرة جديدة بحلة جديدة، فقرة سمعنا رأيك. بدنا ناخذ رأيكم مواضيع مختلفة بتهم المجتمع، وأول موضوع بدنا ناخذ رأيكم فيه شو بيعني لك بيت العيلة؟ دائماً بنسمع إنه بيت العيلة الملجأ والأمان لأي حدا. خلينا نشوف كل حدا شو بيعني له بيت العيلة. تعالوا معنا. بيت العيلة مفروض مجموعة أفراد يكونوا مجتمع صغير، متعايشين مع بعض، متعايشين في بيئة معينة، وفي أمور معيشية كانت قديم سهلة وبسيطة. والألومة منفتحة على بعض، على كل شيء بيفرحوا وبيغضوا بكبير قليل بعكس اليوم. هو كل شيء يعني، هو خلينا نحكي هو اللمع. في مثل بحكي لك ما بتعرف قيمة الشيء غير لما تفقده. فهو أنا هاي الفترة عشتها فترة بسيطة، كانت من دون عائلتي، استقلت لنفسي، فكانت هي عبارة عن فراغ. يعني هي ما كان في حياة، هي عبارة عن يوم أنت بتعيشه فاضي. يعني فعلياً وجود الوالد الوالدة، حتى وجودهم في الصباح لما تصحى، مجرد همسهم وصوتهم في الدار هذا لحاله يكفي. بيت الذكريات، بيت السند، بيت الطمأنينة، المكان اللي بيروح له الإنسان لما يكون تعبان، لما يكون بده راحة نفسية، لما يقعد مع أهله وبيحكي معهم ويضحك. الدفء، الراحة، المتعة. يعني باختصار أنا بالنسبة لي هيك بيت العيلة. بتخيل أحياناً يعني إنه يعني إذا هالجمعات الحلوة الواحد انحرم منها، قد إيه حياتنا راح تصير ناشفة يعني وما إلها معنى. هو الأساس يعني، هو اللي بيجتمعوا فيه كل العيلة لما بيكون في ناس مغتربين، الأهل، الأصحاب، يعني هو الأساس، هو أحلى شيء يعني. هو البيت الأساسي اللي في كل ذكريات حلوة. هاي اللمة، اللمة السعيدة، اللمة المبسوطة. مليون الأم والأم تبع الواحد ما بيقدوا أي شيء. أنت هنا في غرمة ما بنضبط كل حاجة بعدون، بس بيعمل كل حاجة بحساب. بنفسك اللي أنت تخلص بدري مثلا، متغرب سنة، متغرب سنتين عشان خاطر لنا ألحق أحوي نفسي، ألحق جوازي نفسي، ألحق أبني نفسي حاجة. ألحى عيش واستاهل برضو، ما عارفوش عمره فوق الغربان. بيت العيلة برضو زي ما غربتك مش بالساهل نعم. يعني كغربة اللي انت تيجي تقعد هنا سنة سنتين ثلاثة عشر، تيجي تمنع عمرك هنا، ما تتحرم لأهلك، تتحرم لأولادك، تتحرم لكل بيت. فبتوع كلام نعم، ويجي نقعد سنة سنتين ونرجع للعيلة تاني. بيت العيلة يعني نعم، يعني هاي نعمة الله، يعني إذا بحب ما تكون نعمة عندك. بيت العيلة، بيت العيلة يعني يعني انا عفوا يعني ما لحقت ابوي وامي مزبوط، فاتني لي 5 اخوان وخمس خوات، نلتم عند اختنا الكبيره اللي هو بيت العائله بنحكي له. هذه احلى ايام حياتنا، كانت نروحها شباب لحد ما تزوجنا وصار عندنا اولاد، ويوم الجمعه شيء مميز عند اهلي ولا عندنا سيدي، شيء يعني شيء لا يوصف. القعده الجمعه، قعده المقلوبه، قعده المنسف مثلا، الدوالي، هذا يوم الجمعه حرام الواحد لو بيدخل عليه مليون ليره انه يضيعه. يوم القعدة تلاقي لو بتصل عليه مليون ليرة حرام لك، هلا كنت مضيعه والله بالشغل والكذا. من 5 سنين لقيته لا، إن أنا ضيعت فترات كثير حلوة من حياتي. تشوف أخوك وتشوف همك، تشوف أخوك وتشوف حالي، أحلى جمعة. يعني نعمة من الله هاي، اللي يعني اللي ما عاشهاش شغلات كثير حلوة راحت عليه، أحلى من زيارتك على فرنسا وعلى تركيا، إنك تقعد مع أهلك تاكل الأكل الحلو من تحت إيد أمك ولا هاي تاكل، هذه أحلى إشي بتشوفه صدقا للأمانة. أحلى يوم عندي يوم العيد. بيت العيلة هو الدفع، الأمان، الشنية، يعني السند. حالياً يعني بصراحة مش عم بنلاقي هذا الإشي من أي حدا برا، ممكن تقول صحاب، تقول زملاء، بس هذا الإشي مش موجود غير بالأهل. يعني مهما بتغلط، مهما بتسوي، فهم بيكونوا السند إلك مهما غلطت بحقهم حتلاقيهم، أما ناس تانية لا، حتحمل عليك، حتحقد. بس لا، بيت العيلة يعني هو الملجأ الأول والأخير. ما فيش عندي عيلة، أنا بس عيلتي مرتي وبنتي، ما في عندي حدا. أبوي وأمي متوفيين وأخوي متوفي، ما في لي، فيش لا أخت واحدة إلي، بس ما نفسي ليش أعيش بقى زي الناس. مجتمع كله ينطلق من بيت العيلة. إذا أنت تربيت بداخل العيلة راح
تصلح المجتمع. إذا أخوك تربى داخل العائلة راح تصلح المجتمع. والعائلة يعني هي شلون أقول لك، المحبة، الألفة. إذا أحياناً الأب يغيب يسافر تشوف العائلة ناقصة، الأم مثلاً لو تمرضت تحس العائلة نجمت، إخوانك إذا مو موجودين بحربك وبالمشاكل بالأفراح بالأحسان تحس الدنيا تعبانة ومهجومة. فالعائلة تعني لي كل شيء، وبدون العائلة تكون حياتنا خراب. وبهيك سمعنا آراء الناس شو بيعني لهم بيت العيلة. وبرأيي الشخصي بيت العيلة الإشي الوحيد اللي ما بتعوض، وهو الحجر الأساسي بشخصية أي حدا. وبدي أشوف زميلي خالد وأسأله شو بيعني لك بيت العيلة.